في ذكرى استشهاد القائد العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين، ألقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابا استذكر فيه مزايا بدر الدين في مجال المقاومة والأسس التي ركزها لكي تصبح المقاومة بالجاهزية التي تتمتع بها اليوم لمواجهة أي عدوا. وبآخر ضحكة كانت أشهى حكاية خطها الزمان. نصر الله استعرض في خطابه حملات التهويل والتخويف من حرب إسرائيلية أخرى على لبنان، مذكرا بأن زمن الفرقة الموسيقية قد ولى إلى غير رجعة. يا أخواننا أيها اللبنانيون، ما تسمحوا لحدا يهول عليكم. حأرجع أحكي عن نقاط ضعف العدو وعن الأمونيا بحيفا وعن شي تاني بحيفا هلأ بيّن، وصاروخ واحد بيعمل أكثر من الصاروخ اللي بينزل على الأمونيا بحيفا. إسرائيل التي تخشى أن تتورط في غزة مع أن غزة محاصرة من كل الجهات ومكشوفة من كل الجهات، إسرائيل هذه تجرؤ أن تدخل إلى الجنوب؟ هذا هو وعد قاطع وجازم. الفرق والألوية الإسرائيلية التي ستفكر في الدخول إلى جنوب لبنان ستدمر وتحطم وأمام شاشات التلفزة العالمية إن شاء الله. مزارع شبعة والجدل الذي تسبب به زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي حول لبنانيتها حسمهما نصر الله بالتزام المقاومة ما تحدده الدولة اللبنانية. موضوع مزارع شبعة، طيب من 2000 الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية بتقول هي أرض لبنانية وبتذكرها بالبيان الوزاري، ومجلس النواب بيعطي الحكومة ثقة بناء على هذا. من 2000 لليوم هذا الموضوع بينزكى. صح تناقش على طاولة الحوار، صح في ناس يوم ايه ويوم لا ويوم ايه ويوم لا ومشاكل، ولكن في شيء محسوم منتهي. وبالتالي اي حدا بيطلع برأيه بيكون مؤمن بان لبناني وبيبطل، او بيكون مبطل وبيؤمن، لا يقدم ولا يؤخر شيئا وليس له اي قيمة على الاطلاق. كلام يقال في الهواء خير فليقل أي كلام في الهواء. نصر الله أكد في خطابه أن خطر داعش ما زال موجودا نظرا إلى استمرار دعمها من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وسأل من يهاجمه حين ينتقد السعودية إذا كان لديهم الجرأة نفسها بعد الإهانات الأمريكية المتكررة. ما بيجوز ننسى للبنانيين اللي اكتووا من داعش في جرود عرسال في البقاع، بيجوز ينسوا ولا الشعب السوري ولا الشعب العراقي ولا كل شعوب المنطقة ما فعلته داعش وما ستفعله داعش، هحكي عنه شوي. طيب من هي داعش؟ ما هو فكرها؟ فكرها هو الفكر الوهابي الذي يصنع في السعودية، في جامعات السعودية، في المدارس السعودية الدينية، في مساجد السعودية، ويصدر بالمال السعودي إلى كل أنحاء العالم بقرار وطلب أمريكي. كلياتنا شفنا على التلفزيونات ترامب هو عم يخطب آخر خطاب تبعه وعم يضحك والأمريكان عم يضحكوا. أنا قلت لبعض الإخوان أمس كنا بقعدة، ولا أنا شفاف بحب أحكي هيك يعني، تو أنا ما بحب الملك سلمان، أنا بكرهه من أعماق قلبي، بس أنا عم بتسمع على ترامب حواني قلبي عليه. محليا دعا نصر الله الأطراف السياسية كافة إلى التوقف عن الحملات الإعلامية والمزايدات وحصر النقاش بالموازنة في الحكومة. اللي صار هاليومين يعني ما كان لازم يصير. يا خيي في موازنة، قاعدين بمجلس وزراء، خلنا نتناقش مجلس وزراء. إذا منروح على المطاحن الإعلامية وعلى السجال الإعلامي وعلى تسجيل النقاط وعلى المزايدات، معناتها صعب نوصل لموازنة وصعب نوصل لإصلاح مالي واقتصادي، وحنوصل لما كلنا نجمع عليه أنه البلد رايح إلى كارثة مالية واقتصادية. كذلك دعا نصر الله المصارف إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والمصلحية والمساهمة في خفض فوائد الدين العام منعا لحصول انهيار لن يكون في منأى عنه في حال حصوله.